الرب وربه يعرف امه وابوه. انا ربيته لغير صفات، انا القلوب على بعضها بعض. الحمد لله رب العالمين، نسبة المشاهدات واحنا الحين طفنا نص رمضان طافت ال 1.4 مليون. فالحمد لله ان الاعداد قاعده تزيد يوم عن يوم، وهاي الشيء الحلو اللي يبين عقب التعب والجهد اللي احنا سويناه. زايتني اليوم عن البنت اللي ربت القزوله. صلوا على النبي. بدت الفكره بانتاج صوتي، ان احنا نسجل بودكاست صوتي في قصص قديمه حق امهاتنا الاوليين. الاساس الفكره ان احنا نوثق القصص، نوثق احداثها عشان ذي الشيء يبقى ويستمر، لان انا يمكن يدتي كانت تقص لي قصه بطريقه معينه، ويدتك انت يمكن كانت تقص لك نفس القصه لكن باحداث مختلفه بشيء مختلف. فكان الهدف الاساسي من البرنامج او من البودكاست الصوتي ان احنا نوثق القصص بطريقه معينه. يوم بدينا نزور الدور الشعبيه ونسوي معاهم الميتنجز، هني اعطونا مبادره ان ليش ما تصورون عندنا. يوم قالوا نصور عندنا، طبعا احنا وايد يهمنا كواليتي الصوت، كواليتي الصوره، كواليتي الاضاءه. فهاي خلانا في تحدي جديد ان احنا نسوي او نصنع استديو كامل مجهز باضاءته، كل الديتيلز اللي فيه، ان نطلع بكواليتي معين، كواليتي عالي في الانتاج. بدينا التسجيل، بدينا التصوير، طبعا هني دشينا في سالفه المونتاج. يوم شفنا القصص ايش قد حلوه ومتنوعه، في طبعا قصص خرافيه وفي قصص فعليه حقيقيه وجهتهم، وفي البارت اللي انا اشوفه اخراجيا انه هو وايد حلو، قصصهم هم من هم شنو تعلموا من الدنيا. ذي الشيء وايد حلو ان احنا نوثقه، وعيالنا يشوفون، الاجيال الجايه تشوفه، ان يعرفون هم شلون عاصروا حياتهم، شلون عاشوا. يمكن كان في تعب، يمكن كان في ما في انترنت، ما في كهرباء، ما في تلفزيونات، فشلون كانت القصص هي البارت الرئيسي في حياتهم. كل يوم قبل النوم لازم يقعدون في السطح كلهم ويقصون قصص امهاتهم قصصهم، فكان ذي البارت وايد مهم. هني بدينا بعدها في اختيار نوع الخط، اختيار تيمة البرنامج، اختيار حتى اللوجو. هذه خطاط طبعا حسن السعاتي خط لنا اللوجو، خط لنا كل اسامي الاسم وخبه كل الحلقات. كل حلقه هي اسم اليد او اسم امهاتنا واسم القصه. طبعا بروسس التلوين، بروسس الصوت طبعا، وهو انا اشوفه وايد مهم. اختيار الميوزك ترى ما كان سهل، يعني اخذناه من اقوى المواقع العالميه، وما كان ميوزك ثابت حق كل الحلقات، لا كان في كل حلقه في مؤثرات صوتيه، وفي اختيار تنوع ميوزك عشان المستمع او المشاهد يحس بالاحداث اللي قاعد تصير. طبعا بدينا شبه صفر في كل منصه، والحمد لله الحين احنا يمكن في نص رمضان وصلنا فوق ال 1.4 مليون مشاهده على جميع المنصات، فهذه الرقم وايد حلو بالنسبه لنا، وان شاء الله القادم افضل. الاحلى من ذي كله الكومنتس او ردود الفعل اللي قاعده نحصلها من المشاهدين، طبعا من كل دول مجلس التعاون، من كل الوطن العربي، يعني جاتنا تعليقات من العراق، من الكويت، من سوريا، من مصر. حزايه يدتي هو برنامج يوثق تاريخنا وقيمنا وأصالتنا، لهجتنا البحرينية الحلوة اللي يمكن كل دول العرب يحبون لهجتنا البحرينية. فهاي البرنامج يعني أنا بعتبره توثيق حق قصصنا الحلوة البسيطة الهادفة اللي فيها قيمة. في كل قصة حتى من القصص الخرافية يمكن تشوف في قيمة وفي هدف من القصة، يعني وحق كل الأعمار، يعني إذا شافها الياهل أو شافها البعود كان العود يتذكر أيام الأول. كوكو كوكو عمتي حمدة تحت التنور. تصدق العيوز هذا اللي تخرع تختفي في ذي المكان، تختفي تصرور ذبحت مرتبو وعشت بخطار بو، والويلات ودياته تحت خيل مربط بو. يقول لك رب الولد رب، ورب يعرف امه وابوه. انا ربيته لغير صفات، انا القلوب على بعضها بعض. يا ليت الدنيا تدور ونعيش يوم واحد من الاول. وهذه كانت حكايتنا اليوم، قصيرة ولكن فيها عبرة عظيمة.